السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم متتبعي القناه. ان شاء الله اليوم غنديروا واحد المونطو على شكل كاب عصري وانيق. انتبهوا معايا القواعد ان شاء الله غنكتبوها على الباترون وغتشوفوا التفصيل ديالو وكيفيه الخياطه ديالو ان شاء الله. ان شاء الله غدا اول حاجه غنشوفوا شحال بغينا ديال الثوب. الثوب على حسب الذوق ديال كل وحده والطول ديالها شحال غادي تحتاج. لنفرض غتاخدي متر ونص على متر ونص، متر ونص على متر ونص، غادي تحيدي منه واحد 20 سنتيم ديال التحت، دونك غادي يبقى لك غير متر و 30 سنتيم في الطول. الا طويتيها على جوج متر غدير لك 65، 65 واش كافيك الطول ديال الكاب. الا بغيتي 75 ديال الكاب او 80 سنتيم ديال الكاب ديالك، غادي تحتاجي دائما 20 سنتيم زائد هذا القياس اللي بغيتي نتيا. دونك انت ملي غادي تشري الثوب ديالك اللي حنا غنخدمو مثلا الطول ديالو 75، غادا ناخذو الطول ديالو ناخذو جوج من الاحسن جوج باش يبقى لك الفائض باش غتخدمي الحزام ديالو والكول ديالو. وحنا غنحيدو هذيك 50 سنتيم وغتبقى لينا متر ونص. دابا حنايا ملي خدينا جوج متر وحيدنا 50 سنتيم او خديتي نتيا القياس اللي غيقدك، مثلا حيدتي 20 سنتيم غتقدنا، غادي نخليو القياس اللي بغينا. مثلا هذه هي متر ونص على متر ونص، واخا الباترون ما فيش متر ونص، غادي نشديو هذيك متر ونص وغنطويوها على جوج بحال هكا. احنا طويناها على جوج على العرض بحال هي هذه، فهمتي؟ مثلا هنا دابا هنا ملي طويتها شحال بقات عندي؟ بقات عندي 75 سنتيم، ياك 75 سنتيم. هنا عندي متر و50 سنتيم، هي هذيك اللي بغي. دابا دونك اش غندير؟ غنشد الفصل الاول ملي طويتو على جوج، غادي نطوي غير جهه وحده، غنقسمو على الطول وغنشد هذا الفصل الاول وغنقسمو على جوج. ها هو قسمناه على جوج، غنقسمو حتى هذا على جوج. ها هو دابا شنو درنا؟ طوينا الفصات بجوجهم على جوج. هذا الخلف، وهذا الامام. دونك حنا غنديروا الامام هو التحتاني باش غيبان لكم مزيان، وغدا نحيدو حق الضيف. علاش قسمناه؟ باش نخليو، حيت عندنا دائما الامام ملي كيكون فيه صديف غادي يكون طول لينا من الخلف. دونك حنا حيدنا حق الضيف، دابا غنحيدو 4 سنتيمتر هنايا. دابا عاد غدا نمشيو للخدمة ديالنا، غدا نفصلو. نتوما شفتو معايا العملية كلها، الخلف كيبقى كما قلنا ها هو مقاد، والأمام كنقسموه على جوج. علاش؟ باش نحيدو او طويو الجهه المفتوحه وتخلو الجهه المغلوقه هنايا وغادي تفصلوا. غير انا كنت نفسر لكم اكثر. كتبداي الفصاله ديالك من هنا، كتشدي الكتاف ديالك مقسومين على جوج زائد واحد، وكتهبطي ب 4 سنتيمتر. كتشدي الكول ديالك قلنا 9 سنتيمتر، كتهبطي بالخط ديال الكتف ديالك، وكتمشي هنا عندك واحد القياس كتهبطي به معين، كتهبطي ب 44 سنتيم.
44 سنتيم. هاد 44 سنتيم كتمشي من هاد النقطة ديال 4 سنتيم ل 44 سنتيم ديريكت بحال هكا، وكتاخدي هنايا في الأسفل 10 سنتيمتر وكتقوسي هادي. شوفي هاد الطريقة على الأقل تقوس لك بحال هكا. بحال هكا كتهبطي، رجعوا للكول ديالنا، كتهبطي في الخلف بجوج سنتيم وكتهبطي في الامام ب 11 سنتيم، والخلف الامام ها هو هاد النقطه هي ديال الامام، غنهبطو بحال هكا او بالبيروك ديالك باش غيكون قاد. حنا عندنا هاد النقطه هي ديال الصدف ديالنا، هادي هي حاليا هذا هو التراساج ديال الكاب ديالنا. الكاب ديالنا غنحتاجو فيه واحد سانتيغ، وهاديك السانتيغ كيكون فيها لاطرس ديالها، يعني الفتحه ديالها كاينه في الامام وكاينه في الخلف. دابا شحال غتهبطوا من هنا باش غتلقاو السانتيغ ديالكم؟ دائما السانتيغ كتكون فين؟ كتكون في الحزام ديال السيده. دونك حنا غادي نخدمو ارتفاع الحزام. ارتفاع الحزام كتعرفوا كتشدوا ارتفاع الحزام ديال السيده زائد 2 سنتيم ديال الخياطه، يعني ارتفاع الحزام كتقبطوه، وغالبا كيكون 44 حتى هو او 42 او 40 على حسب القامه ديال السيده واش طويله ولا قصيره. كتشدوه هو، ملي كتشدوه كديروا في الفتحه ديالو، كتخرجوا من المستوى ديال الطول من هنا للحاشيه ديال الثوب، كتخرجوا ب 11 سنتيمتر وكديروا الفتحه فيها 6 سنتيمتر. هنا فين غتكون الفتحه ديال المونطو ديالنا. دابا انا غادي نقطع هاد التراساج وغتشوفوا معايا المونطو كيفاش خرج لينا. انا غنحلو لكم دابا وغادي تشوفوا. بامكانكم نتوما تفصلوا الامام بوحدو ملي قطعتوا جوج طروفو، تفصلوا الخلف بوحدو، ولكن من الاحسن دابا ملي كتجمعوهم، الا تبعتوا المراحل كيفاش درت لهم انا، ملي كتجمعوهم كتفصلوا فصاله وحده كما شفتوا. دابا عندي هذا هو الخلف، ها هو شفتوا، وهالفتحه ها هي كاينه شفتوها، ها هي فتحه وهالفتحه، وهذا هو الامام. ها هما كندخلوه بحال هكا كما شفتوا، وها حق الصدف كيبقى لداخل قد قد باش نجيو عليه الصدف الاخرين. وهالفتحه ديال الحزام ديالنا، وهالفتحه حيت قطعناهم كاملين في قياس واحد.
هذا هو المونطو ديالنا. اشنو كديري دابا؟ غنديرو الكول ديالنا وغنصيبو سانتيغ وغنرجع لكم من بعد. دابا غادي نصيبو الكول ديالنا. الكول اول حاجه كتمشي كتعبري الكول ديال المونطو ديالك شحال فيه، يعني غنعبروا الكول ديال الخلف زائد الكول ديال الامام بحال هكا. عندنا الكول ديال الخلف 9 سنتيم والكول ديال الامام بهذه الطريقه كنعبروه، عندنا 13 سنتيم، يعني حتى لحد فين غيكون هذاك الشريط ديال السطيف كنخرجوه ما كنعبروش، لان الكول غيجي عندنا لحد ديال هنايا صافي. يعني 13 سنتيم زائد 9 سنتيم هي 22 سنتيم، غنزيدوها 3 سنتيم بحق الخياطه لان كتكون بطنا شويه، كيكون خاصنا شويه المسافه، يعني اللهم تزيدي ولا تجي قليله. هذيك 25 غادي نجو ناخذوها هنا، كنخلو واحد لي سباس من هنا للفوق واحد 6 سنتيم وكنعبروا 25 هنايا. هاد 25 كنديروها هكا وكنعبروا 10 سنتيم في العرض ديالها وكنصيبوا مستطيل هنايا، مستطيل هنا 10 سنتيم وهنا 10 سنتيم وهنا 25 سنتيم وهنا 25 سنتيم. هاد 10 سنتيم غنقسموها هنايا، غنديروا هنا 5 سنتيم وغنزيدوا الفوق 5 سنتيم اخرى، وهنا تنديروا النصف ديال هاد القطعه وهنا النصف ديال هاد القطعه، وهنا هاد القطعه ديال 5 سنتيم كندخلو بواحد 3 سنتيم هنايا باش كيجينا هكا الكول ديالنا. دابا غنطراسيو هنا، قلنا 3 سنتيمتر هنا 5 سنتيمتر وهنا 5 سنتيمتر، يعني هنايا هنا من هنا من هنا لهنا 10 سنتيمتر، يعني هنا النصف النصف بحال هكا. يعني هادو هما القياسات اللي عندنا. ملي كنخرجوا هنا بخمسة كندخلوا هنا بثلاثة سنتيم، وهنا عندنا خمسة سنتيم اخرى. هادو هما القواعد اللي كاينين في الكول. دونك دابا حنا غنطراسيو هاد النقاط اللي حنا غنخدموا عليهم. هذا هو الكول ديالنا، غادي نقطعوه هانتوما غادي تشوفوا. كنحاولوا القنات ما نتراسيوهمش، يعني نمشيو بحال مقوسين من جهه القنت، اي قنت ندوزو عليه باش ما يجيش مقنت. وغالبا في الخياطه راه ما غيبقاش القنت انه مقنت بحال هكا. وانا اول حاجه ما قلتهاش لكم ان هاد القطعه كطوها على 4 المرات، علاش؟ هنا كتكون مسدوده، عفوا ما شرحتهاش لكم، هنا هاد الجهه كتكون مسدوده وكطويها على هكا وكطويها على هكا 4 المرات، علاش؟ باش كيخرجوا لك الشوكولات. ها انتم دابا هاد الجهه مسدوده، ها الكول وها الكول، فهمتوا؟ كطويها جوج مرات مثلا، الا طويتها غير مره واحده طويتها على جوج باش كتجيني الحاشيه هنايا، يعني غتخرج لي غير واحد، وضروري خصني نزيد واحد اخر هو الطبطين ديال الكول. دونك انايا دابا غنبغي نبطل الكول بهذه الطريقه. دابا غادي نشرحوا كيفيه الخياطه ديال المونطو او الكاب ديالنا. دابا اول حاجه هو اننا نلاقيو الكتاف وغنهبطوا بالخياطه حتى لهاد القنت كما كتشوفوا، وثانيا الجهه الاخرى حتى القنت الاخر صافي، تما حبسنا الخياطه. دونك هنا جات تركاب عفوا، نجيو للبانده ديالنا غادي نتنيوها، غنتنيوها بحال هكا، نخيطوها مزيان، والجهه التحتانيه غنديروا فيها الصدف ديالنا حسب القياس اللي بغيتو نتوما، كاين لي سباس بيناتهم او متقاربين،
والجهه الثانيه غديروا فيها العوينات ديال الصدف. هذا من جهه. نجيو للكول ديالنا. كما عرفتوا الكول حنا درنا قلنا بانه درنا جوج ورقات ديال الكول وخيطناهم على الوجه وقلبناهم باش يولي الوجه هنا والوجه هنا. ها هما هادو كما كتشوفوا، ها هو الكول ديالنا. اشنو دابا اشنو غنديروا؟ غادي نركبوه. كنجيو من النص، يعني خاص الخياطه ديال الكول تكون وسط الخدمه، وسط الكول ديالنا هكا. عفوا بحال هكا، وكتقلبي ها هو الكول وها هو. نوري لكم الشكل النهائي ديالو كيفاش كيكون. كيجي ها نتوما كيجي حتى الخط اللي قيسنا، والخياطه الاخرى حتى هي كتجي وكيهبط الكول ديالنا بحال هكا على المونطو ديالنا. هذا هو الكول ديالنا. وعاود غنجيو نشوفو السانتيغ كيفاش غادا تكون. السانتيغ كتصايبو الصمطه ديالكم فيها 5 سنتيم، حيت حنا درنا 6 سنتيم هنايا، ممكن ديرو فيها 5 سنتيم، يعني 5 سنتيم. دونك غديرو 8 سنتيم من الأحسن، وطويوها على جوج، يعني ملي غطوها غتكون الصمطه يعني متينه، يعني واقفه، وملي غدخليها من 6 سنتيم كيبقى 6 سنتيم هنا وسنتيم هنا، يعني كتبقى الصمطه عريضه وكاين لي سباس فين كتلعب، حيت عندنا هنا 6 سنتيم. دابا الصمطه من غدخليها، حيت هنا ما عندناش الخياطه كما كتشوفوا هانتوما خاوي، اشنو كنديروا؟ كندخلوا الصمطه من هنا، ومن جهه الظهر الفتحه الاخرى ديال الظهر، وكنخرجوها من الفتحه ديال الخلف الاخرى، وكنخرجوها لهنايا. حنا هنا حنا شنو درنا هنايا؟ درنا ربما من 10 حتى 12 سنتيمتر، يعني هاد ليسباس ماشي ديال الحزام ديالنا، غير هو الصمطه ضروري غدوز لينا من هاد ليسباس. ما الفتحه ما عمرها غتجي على الفتحه الاخرى، ولكن كدوز الصمطه بيناتهم وكتحزمي عليه، وكيعطي واحد ديكور زوين بحال المونطو. هذا هو الكاب ديالنا، زوين وانيق، جربوه. وكنتمنى هاد الدرس يعجبكم، والى الدرس القادم ان شاء الله.